السلام عليكم، ازيكم؟ مرحب بكم اصدقائي المتابعين. فيديو جديد وسؤال مهم عن ضرس العقل. ضرس العقل يا ترى لو فيه تسوس نحافظ عليه ولا نخلعه؟ انا عارف ان كتير منكم بيظلم ضرس العقل وبيقول يلا نخلعه على طول، بس اصبر شويه لان كتير ظلمكم ليه ده الراجل دلوقتي ضرس العقل ما بقاش يطلع لنسبه كبيره جدا من الناس، واللي عايز يعرف ايه السبب اللي ضرس العقل ما بيطلعش الايام دي لنسبه كبيره من الناس يتفرج على الفيديو ده لحد النهايه علشان هنقول تفاصيل كتير مهمه. بس قبل ما نجاوب على سؤال النهارده وقبل ما اقول لكم تفاصيل ضرس العقل بسرعه اعمل لايك يلا بسرعه للفيديو، يهمني جدا دعمكم علشان نستمر ونقدم محتوى افضل. نتكلم في الاول عن تسوس ضرس العقل. ضرس العقل زيه زي باقي الضروس، فهو بكل بساطة إذا حصل له أي تسوس فإحنا بيكون قدامنا حلين، إما إن إحنا نعالجه ونحافظ عليه أو نخلعه. طيب يا ترى أخطر إيه؟ ضرس العقل ده يا فندم هو إذا كان فانكشنينج وإذا كان الراجل ليه وظيفة وموجود وليه مكانه كويس جدا وحضرتك بتستخدمه في القطع والطحن هو هيبقى زيه زي باقي الضروس وزي باقي الأسنان، فتقدر تتعامل معاه عادي جدا. لو في أي مشكلة يفضل إن إحنا نعالجها مبكرا، مفيش داعي أبدا إن أنا أسيب التسوس البسيط لما يوصل العصب ثم اضطر ان انا اعالجه عصب وهكذا، فيفضل ان انا الحقه مبكرا، خاصه ان ضرس العقل بما ان هو موجود في الاخر خالص خالص فبيصعب جدا 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 حتى على متخصصين علاج العصب ان هم يعملوا له الحشوات بتاعته. فمن فضلك اذا كان في مشكله نعالجه مبكرا، مفيش داعي نستنى لما هي تكبر. لكن اذا كان ضرس العقل اصلا كان مايل او كان في مشاكل او ما كانش اصلا في داخل في الحسبه في اطباق الاسنان وكان معوج او كان مايل او كان اصلا حضرتك مش مستفيد بيه، واذا كان في تسوس بقى زي ما الحاله بتسال كده خلاص، فيبقى ليك الاوبشن اما انك تسيب التسوس ده بس تتابعه كويس جدا وتهتم بنظافه اسنانك وتتابعه كل 6 شهور مع الدكتور لحد ما يصل الى مرحله ساعتها هيكون القرار الوحيد هو ان احنا نخلعه. فدي نقطة احنا ممكن نفكر فيها، بس لازم حضرتك تفهم كويس جدا ان ضرس العقل ده عامل زي العجلة الاستبن، ممكن ان انت تحتاج له زيه زي باقي الضروس، خاصة ان انا خليني اقول لحضراتكم ان في بعض حالات التقويم بتكون خلع مثلا الضرس السادس او خلع الضرس السابع، فساعتها ضرس العقل خاصة لو كان حجمه كويس جدا واقدر ان انا استخدمه في اطباق الاسنان فهيبقى مفيد جدا جدا جدا، اقدر ان انا اسحبه الى الامام ويقوم بوظيفة الضرس المفقود اللي قبله سواء السابع او السادس، فمش عايزك تستهين بيه ابدا. نيجي بقى للسؤال المهم، ليه ضرس العقل اللي زعل مننا ان كتير من الناس كانت بتخلعه ليه دلوقتي ما بقاش يطلع؟ خليني كمان افاجئ حضراتكم ان ضرس العقل اللي هو رقم 8 الضرس الثامن كان في زمان من 100 سنه و200 سنه و300 سنه واكتر من كده كمان كان عندنا كمان ضرس تاسع، وخليني اقول لحضراتكم ان انا شفت حالات عندها ضرس تاسع اللي هو ورا ضرس العقل. طيب يا ترى ليه دلوقتي ضرس العقل ما بقاش يطلع؟ لان ببساطه العضو الذي لا يستخدم يضمر، دي قاعده في الاحياء. فهي الفكره ان احنا حاليا مع الفاست فود وطبيعه الاكل اللي اتغيرت وبقت الاكل بتاعنا بقى طري وسهل جدا الاستخدام وسهل جدا القطع والطحن والمضغ، فالموضوع بقى بسيط جدا، فحضرتك ما بقتش محتاج الى عدد كبير من الضروس، فبدا الفك نفسه يكون صغير، فبالتالي عدد الاسنان اللي حضرتك محتاجها اقل من الاول، لان زمان كان الانسان بيتغذى على ورق الشجر واللحمه نيه وهكذا، فكان بيحتاج الى عدد اكبر من الضروس وقوه عضليه كبيره وكذلك الفك كبير وعدد الاسنان وهكذا. اتمنى ان انا كده اكون وضحت لحضراتكم الرد على السؤال. فهو لو كان في مشكله وليه مكان الافضل ان احنا نعالجه، لو كان في مشكله وملهوش مكان الافضل ان احنا نخلعه. بس كده اتمنى ان انا كده اكون فدت حضراتكم، ما تنساش تكتبوا لي رايكم في التعليقات، وان شاء الله دايما اشوفكم على خير، وما تنسوش اللايك والشير. يلا سلام عليكم، باي باي.